حياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم. وأنا أحب أني أقول بس كلمة قبل لا ندخل في فقرتنا الثانية في أحد الكلمات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، قال إذا تبغي تنجح اتعود على الشيء اللي أنت ما بمتعود عليه. صحيح. طيب يعني مثل بهيث اللي بتتعود على البرنامج الصباحي لكن في النهاية في مكان واحد بالتأكيد. طيب. عموما مشاهدينا، اختتمت أعمال الدورة 16 لمعرض ومؤتمر انترسيك للأمن والسلامة 2014 والتي استمرت لمدة 3 أيام وشملت قطاعات الأمن الوطني والشرطة ومكافحة الحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة المهنية في المنطقة. استقطب نظام سلامة المنزل الذكية في جناح الدفاع المدنية بالمعرض ضيوف وزوار المشاركين بمعرض ومؤتمر انترسيك 2014، حيث قدم ضمن مجموعة رائدة من التطبيقات المتقدمة لتأمين السلامة والحماية في المدن الذكية. وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في استخدام التكنولوجيا لتقديم أفضل نمط للحياة المتطورة للسكان، وقد قطعت شوطاً كبيراً في استخدام أحدث التقنيات عبر بنيتها التحتية التي تؤسس للمدن الذكية. عن هذا المعرض وعن طبعاً نظام سلامة المنازل الذكية معنا المقدم جمال أحمد إبراهيم، مدير إدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني. حياك الله ويانا. حياك الله يا مرحبا وسهلا. الله يحييكم إن شاء الله. الله يحييكم. وطبعاً مثل ما يقولون بالعربي تكلمي، الجهاز هذا الموجود عندنا الآن في الاستوديو عن شو بالضبط؟ خبرنا. هذا جهاز جديد أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، مثل ما تفضلت في بداية حديثك أن الشيخ محمد دوم يخلينا في تحدي واختبار وأن نكون في المركز الأول. طبيعي نعم. هذا الجهاز يعتبر من أول مرة وفكرة جديدة يطبق في المنازل السكنية. مثل ما أنتم عارفين أن المنازل السكنية تفتقر إلى اشتراطات السلامة الوقائية. نعم. مما هناك عدد من الحرائق حصلت في الماضي، فنحن هناك طبعا لجان تبحث الجديد والمطور والتكنولوجيا. نعم. والنظامات الأنظمة الذكية اللي راح تساعد الدفاع المدني في تأدية واجبه. هذا الجهاز عبارة عن جهاز سوف يركب في المنازل السكنية. نعم. بما أن صاحب المنزل يكتشف عنده حادث حريق، اللهم يقوم بالضغط على الزر اللي موجود هناك. نعم. فجميع بيانات هذا المنزل راح تنتقل أوتوماتيكية إلى غرفة العمليات الدفاع المدني. نعم. راح يقوم الدفاع المدني بالاتصال بصاحب المنزل أوتوماتيك داير، لأن جميع البيانات بتكون مخزنة داخل السيستم. فنحن بيانات المنزل نعرف المنزل يتكون من كم طابق، المداخل، عدد في حال البنايات. البنايات أوردي في نظام ثاني يسمونه الأنظمة الذكية اللي هي 24/7. هذا تقريبا تم تطبيقه من سنة 2009 أوتوماتيكي. نحن نتكلم الحين للمنازل الخاصة السكنية الخاصة للمواطنين. أما المنازل السكنية التي تتحول إلى تجاري فيتركب فيها نظام سيستم كامل مربوط بغرف العمليات الدفاع. نعم. المدني. نعم. جميل. يمكن نحن الحين نتكلم أكثر شيء عن السكن بشكل عام. هل اليوم مثل هذا الجهاز يعني اللي يبغي أن يكون موجود عنده، هل في اشتراطات معينة أو استعدادات معينة لازم تكون موجودة في هذا السكن؟ لا، هذا ميزة هذا النظام إنه ما يحتاج إن هناك تكون استعدادات أو أجهزة أو ترتيبات لتركيب. نعم. هذا الجهاز، اللهم هذا جهاز يتركب عند مخرج المنزل، موصل عن طريق ال 3G عن السيم كارت، اللهم إن الفنيين يقومون بتركيبه، واللهم إن صاحب المنزل يقوم بتعبية الاستمارة والاشتراك في هذا النظام. مقدم جمال اذا سمحت لي نحن بنش طالع الجهاز تفين ويانا ولا بتمين؟ لا انا شفته قبل الحلقه فعلا يربى يعني نظام جدا تبي تحرق الاستوديو. يلا الحين هذا الجهاز مقدم جمال بالنسبه للفلل الخاصه، هل انتم بتلزمونهم انهم يركبونه؟ والله هناك في اتفاق انه سوف يكون هناك طبعا الفتره الاولى اختياري. تفضل. نعم. الفتره الاولى اختياريه والتسجيل، ولكن مثل ما تفضلت هذا النظام يحمي أصحاب المنازل السكنية. نحن في الفترة الأولى يعني تدري أن الشيخ محمد الحين عطانا تحدي آخر. صحيح. في موضوع سرعة الوصول للمنازل وللحرائق اللي هي 4 دقائق. نحن راح نعيد استراتيجيتنا الحين كدفاع مدني في موضوع توزيع المراكز. يعني أنتوا بأوامر من الشيخ محمد أنكم الآن توصلون الحريق في خلال 4 دقائق. 4 دقائق. فهذه الأنظمة تساعد الدفاع المدني للوصول. باشر الشيخ بيقول لكم دقيقتين بنحطي في كل مركز. نعم. في كل فريج لازم نحطي. لا مركز والله على هواكم. نعم. انزين. نعم.
الحين خبرني الحين هذا الجهاز شكله ما هو بيكون في الفيلا ولا هذا اللي يكون؟ هذا الجهاز اللي راح تركبه هذا اللي بيكون في الفيلا. نعم. انزين لو تضغط لي على الحريق تم ضاغط على الحريق. انزين تم ضاغط. انزين راح ينبه صاحب انه في حريق، فنحن ندخل في كل منزل بيكون له رقم سكيورتي كونفورم. الحين كونفورم ان صاحب المنزل انه عنده حريق. الحين الاشاره راح تنتقل لغرفه العمليات اللي موجوده في الدفاع المدني. راح يشوفون مين اقرب سياره موجوده في وينادون وينادون على طول بالجهاز. بالجهاز. طيب الحين مقدم جمال، الحين انت يا طويل العمر انا الله يسلمك ضغط على رسمه الحريق. انزين رسمه الحريق. انزين انت رديت دخلت رقم، شو الرقم؟ رقم السري عشان ان فرضا الاطفال عشان ما يلعبون في الجهاز. رقم مثلا راعي البيت هو يدخله؟ هي رقم سري خاص لراعي البيت. انزين هي عقب الالارم. بعقب الالارم. انزين ان تم تاكيد الالارم. انزين اوكي، فنحن الدفاع المدني نشوف مين اقرب سياره قريبه من هذا المنزل. انزين فنطرش له الالارم على طول اوتوماتيك، فصاحب السياره على طول يسوي اكسبت. انزين بنسوي اكسبت موافقه. نعم. موافقه خلاص انا راح انتقل لهذا الحادث. نعم. فروح انا اشوف الحين الحادث هذا. هذا بيانات الحادث، فيلا تتكون من طابقين، بيانات المالك، رقم تليفون. نعم. فيلا كذا، فيلا رقم كذا. نعم. اوكي زين. زين نضغط نشوف الفلو بلان للفيلا، هاي تتكون الفيلا مداخلها مخارجها. ايه كل شيء بعد خارطة الفيلا بالكامل. ايوه نعرفنا. نعم. ندخل كم مخرج عندها فرضا. نعم. الحادث قريب من هذا الباب، فنحن ندخل من الباب الثاني. نعم. الميزة الأهم في هذا الحادث ان انا كيف راح اوصل لهذا البيت اللي هو الطريق اللي هو نحن نصادف فيها انقطاع الاتصال بيننا وبين المبلغ. نعم. ففي هذه الحالة ما يحتاج نحن ان صاحب البيت يدلينا يمين يسار البقالة الفلانية ولا المسجد الفلاني، فنحن نروح للمنزل اوتوماتيك دايركت السيارة تتحرك. طيب مع طبعا يقولنا يمين مع النافيجيشن مع نظام الملاحة، مع النظام الملاحة هذا طبعا هذا يعتبر. طيب. من افضل الانظمة اللي موجودة. طبعا هذا النظام بتحديث مستمر لانه في دبي او في دوله الامارات عموما مناطق سكنيه ما شاء الله طول طول عمر الشيوخ دائما باستمرار بمناطق سكنيه وب يعني اوامر جديده. نعم. انزين هل يستوجب على راعي البيت انه يعني انه مثلا جيت بنيت بيت انا احمد. نعم. بنيت بيت قبل لا تعطوني ترخيص البيت لازم اركب هالجهاز؟ الحين في اتفاقيات، احنا وقعنا اتفاقيه مع برنامج شيخ محمد الاسكان. هي. في موضوع ان البرامج المباني اللي تبنيها مؤسسه الشيخ محمد راح يتركب اوتوماتيكي في هذه المنازل. زين. طبعا هناك عندنا البلديات راح نقوم باجتماع مع البلديات. في موضوع ان تركيب هذه الاجهزه في المنازل. في شيء ثاني بتراوينا يا مقدم جمال؟ طبعا هذا هو النظام كيف طريقه عمله. طيب نحن بس ان شاء الله ما يكون على تكلفته عاليه مقدم جمال. والله التكلفه مو عاليه، هي التكلفه 1900 درهم ما يسوى، اقل عن ثمن التليفون. ايوه او اقل عن ثمن التليفون. نعم 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 فعلا انا تفاجات الحين يوم قال حرت بقول شيء بس والله يعني اقل عن ثمن التليفون. نعم سنجل. فعلا فعلا احنا راعينا بالدفاع المدني مع الشركه اللي راح تقوم بالتركيب يعني. ان يكون سعر رمزي لموضوع الاشتراك في هذا. نعم. البرنامج وامان يعني شيء زين. طيب تدري ان ارواح الناس غالية واي. لا تعوض يعني. نعم. صحيح. نعم. كل الطرق فعلا. انزين اليوم مثل هذا الجهاز اليوم يعني يمكن من خلال البرنامج البعض تعرف عليه من خلال مثلا اللي توزعونه بعد تعرفت عليه الجماهير، لكن كيف اليوم نعمم هذا الجهاز؟ يعني كيف اليوم نقدر نخليه في كل بيت يستخدمون هذا الجهاز؟ أنا مثل ما تفضلت إن راح يكون هناك إعلان رسمي لهذا الموضوع وإعلانات في الشوارع وعن طريق المسجات والتلفزيون. أنتوا طبعا ما قصرتوا اليوم في موضوع الإعلان عن هذا المشروع. نعم. بالإضافة للاتفاق مع الجهات اللي تقوم بترخيص المباني. فإن إذا قمت بالتنسيق مع هذه الجهات البلديات اللي موجودة منتشرة في الدولة. أنا سيطريت على موضوع الفلل السكنية. احنا تحدثنا مقدم جمال عن البنايات وقلت ان هناك جزاكم الله خير في بعد سيستم وفي نظام جديد. نعم. الفلل السكنيه ايضا نفس الشيء، الفلل التجاريه اللي كانت سكنيه وتحولت تجاريه وهذه وايده موجوده في دبي خصوصا الان يعني، وحتى في فلل تنبنى على اساس انها تكون تجاريه، شو الحل فيها؟ موضوع الفلل التجاريه لها مواصفات خاصه لازم يتركب فيها انظمه الاطفاء من البدايه من ترخيصها. يوم التقديم لاعتمادها كفيلا تجارية نحن نوضع اشتراطاتنا في الفيلا من البداية. فما نلقى أي صعوبة
في توفير الأنظمة اللي تتركب في هذه الفيلا. هذا بيتعمم على كل الدولة. نعم نعم. على كل الدولة. على كل الدولة مطبقة نفس النظام. نعم جميل. طيب نتكلم شوي عن مشاركتكم في معرض انترستيك 2014. هذا المعرض خبرنا عن المشاركة، خصوصا مثل ما قلنا في المقدمة أن اليوم الإمارات يعني دولة تستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا لأمن الجميع. كلمنا عن المشاركة وشو الجديد اللي ضاف لكم هذا المعرض أو المشاركة في هذا المعرض. نحن الحمد لله كل سنة نضيف شيء جديد. طبعا سعادة اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني ومدير عام الدفاع المدني أن كل معرض لازم نقدم شيء جديد. طبعا نحن هذا المعرض قدمنا التفتيش الطائر. طبعا هذه أول مرة يطبق في العالم تفتيش الطائر عن طريق الطائرة. طائرة هوليكوبتر صغيرة. فهذه الطير أوكي وتكشفنا المخالفات الوقائية في المناطق الصناعية. جميل. فطبعا نحن هني وفرنا الوقت والجهد وعدد كبير من المفتشين وان نحن ما نشوف اسطح المباني من فوق موضوع يعني التخزين زخ. فهذا يعني هاي من الافكار الجميله اللي يعني اللي اطلقها الدفاع المدني هذه السنه. بالاضافه الى التفتيش الالكتروني. هي. يعني تدري الحكومه الحين حكومه ذكيه. نعم. موضوع اوراق وما ادري شو هذا الحين طبعا مثل ما انتم طبقين الحين عنكم في التلفزيون. نعم. طبعا بيكون تفتيش ذكي عن طريق الأجهزة وعن طريق التليفون وعن طريق الإسكان. الحين نحن يوم نطلع نفتش على مباني يكون معنا فايل شهادة التوريد والتركيب وهذه الحين راح نحن نلغيها. تلغى إن شاء الله. لغت وطبعا كله بيكون عن طريق الجهاز إسكان. لكل معدة راح يكون لها ستيكرز. كل بياناتها تكون عند المفتش. بالإضافة إن شهادة الإنجاز لهذا المبنى راح تعطى في الموقع. ما يحتاج انه يراجع الادارات الدفاع المدني. ما في البيروقراطيه الاوليه هذه نتريا وتعال عقب يومين. نعم. اسبوع. نعم. وشهر ما شيء. ونعم وبتكون عن طريق تشيك ليست يعني المفتش جمال طلع ولا المفتش الفلاني راح يعطي نفس التقرير. نعم. هذا الاشياء الجديده بالاضافه الى نحن طبقنا نظام الامتحانات الالكترونيه. كيف؟ للفنيين والمهندسين اللي يعتمدون في الدفاع المدني. نحن هذه الفئه اللي تزاول نشاط الدفاع المدني ترخص من عندنا عشان نتأكد من جودتهم وكفاءتهم في العمل. جميل. فهذا راح يجي كل المفتشين والمهندسين والفنيين يقعدون قدام كمبيوتر ويدخلون الاختبار اللي على حسب تخصصهم وعلى حسب شهادتهم. وتطلع النتيجة أوتوماتيك نفس الوقت راسب ناجح. مقدم جمال أنا وايد يعني عيبتني سالفة الطيارة هذه. أنتوا تستخدمونها في وين المخازن وين الشركات؟ ما فكرتوا تستخدمونها بعد في مثلا يوم تكون بعيد الشر بعيد الشر لو كان مثلا في حريق في احد الطوابق العليا انكم على الاقل تعرفون شو السالفه فوق. نعم نعم لهذه الطائره فوائد كثيره فعلا. إيه؟ في موضوع الحوادث ان نعرف يوم تطير الطياره تكشف لنا المنطقه من فوق بالضبط فنعرف الحادث ينتقل يمين يسار وهذا. وين نوقف سياراتنا؟ نوقف سيارتنا هذه الجهه لان لازم يكون ضد الهواء عشان ما يكون الدخان يجي على سيارات الدفاع المدني. بالإضافة إذا نشوف إذا مثل ما قلت في ناس محصورين في ناس معاقين هناك موجودين في المكان. بالإضافة نستخدم في عمليات الإخلاء التمارين اللي نقوم فيها يوميا. فهذه الصراحة من الأفكار الجميلة أن المفتش يقعد في المكتب وهو يطيرها ويصير يكشف ويرد التقرير عنده أوتوماتيك. وطبعا الكاميرا تسجل كل شيء. تسجل بالإضافة بعدين المفتشين يطلعون يصير يعطون إنذار أول مرة. نعم. أول مرة يصدروا له إنذار. هي. يا صاحب منشأة صلح أوضاعك الوقائية. خبلتوا بهم في القارة. هذا لم يتأيون. المفروض يطرش الطيارة بس بدون لا يخبروهم. ممكن في المستقبل أن الطيارة هي تعطي المخالفة. صحيح. عند عليهم ورقة ولا شيء. فعلا عموما يعني يعطيكم العافية على جهودكم و. هذا الجهاز صراحة اليوم نتمنى أن الجميع يتعرف عليه من خلال هذه الحلقة وفعلا يستخدمونه لأنه فعلا كل المنازل بحاجة لمثل هذا الجهاز. عموما كل الشكر لك المقدم جمال أحمد إبراهيم مدير إدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني. شكرا جزيلا لكم على جهودكم. طيب الواحد يفخر بها صراحة وصراحة نشكر تلفزيون الشارجة على هذا اللقاء. الله يسلمك. هذا دورنا خير ما قصرتوا صراحة. طول عمرك بارك فيك. بنروح لفاصل صغير. نروح لفاصل صغير وخلكم ويانا يعني.